الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سوره الرعد استمرارا للايات السابقه التي كانت تبين بوضوح ربوبيه الله سبحانه وتعالى على الخلق اجمعين. وأيضا في تلك الآيات التي تلوناها في الليلة الماضية كانت إشارات أن كل شيء في الكون خاضع لله سبحانه وتعالى وقلنا أنه السجود بمعنى الخضوع الكامل لقوانين الكون للسنن الالهيه الحاكمه على الكائنات هذا معنى السجود من الناحيه اللغويه طبعا في الاسلام السجود له حقيقه شرعيه اي ان السجود هو ما يطلق عليه لجعل الجبهة على الأرض في الصلاة أما من الناحية اللغوية السجود هو الانصياع الكامل لكل مقررات الكون وكل القوانين الفيزيائية التي صنعها الله وخلقها والآن ربوبيته تحكمها آنا بعد آن. قلنا أن الإنسان أكرم خلق الله سبحانه وتعالى. وبعد الإنسان يأتي الحيوان. أنا البارحة قلت النبات، خطأ كان هذا. بعد الإنسان يأتي دور الحيوان. وبعد الحيوان يأتي دور النبات وبعد النبات يأتي دور الجماد هل هذه المخلوقات تسبح الله تسجد لله تعبد الله بالمعنى الاصطلاحي التي في اذهاننا عندما نقول تسجد يعني تجعل جبهتها على الارض لاننا عندما نسجد ماذا نعمل؟ نجعل الجبهه على التراب او على الارض هل السجود الذي يطلق على الكائنات على الحيوانات على النباتات على الاشجار على الجمادات هل هذه ايضا نفس الشيء؟ التسبيح يسبح الرعد بحمده في الآية السابقة التي تلوناها في الليلة الماضية. هل التسبيح بمعنى سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ هناك قولان قول أنها تسبح نعم بدليل الآية التي تلوناها في الليلة الماضية وإن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ معنى ذلك أنه أكل نوع من التسبيح نحن لا نفقه ذلك النوع الحيوان أي حيوان يسبح الله بحمده النباتات تسبح الجمادات تسبح ولكن نحن لا نفقه اي يعني لا نفهم تسبيحه يعني تغريده الطيور نوع تسبيح كما انه في الايات القرانيه حول سليمان عرف صوت النمله التي تحاكت تكلمت كان يعرف منطقه الطيور كما في الايات القرانيه يعني شنو منطق الطيور؟ يعني الطيور لها نطق ولكن نحن لا نفهم ذلك النطق، الله رزق سليمان قدرة أعطاه قدرة حتى يستطيع أن يفهم نطق الطيور، معنى ذلك أن الطيور لها نطق الحيوانات لها نطق النباتات لها نوع تسبيح الرعد يسبح نوعية التسبيح تختلف نحن نقول سبحان الله لأننا ننطق يمكن أن الرعد أيضا يسبح على طريقته الحيوانات تسبح على طريقتها النباتات تسبح على طريقتها الآيات التي في هذه الليلة نحن في رحابها أيضا تدل على ذلك. في آية أخرى في سورة الأنعام رقم 38: "وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض، دابة أي الذي يدب المخلوق الذي يدب يتحرك وما من دابة في الأرض" ولا طائر يطير بجناحيه الحيوانات والطيور الحيوانات التي تمشي على الأرض تسمى في اللغة العربية دواب والمفرد دابة أي التي تدب تتحرك تمشي على رجليها ويديها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم يعني شنو؟ يعني الطيور أمة، هكذا تصرح الآية، الحمامات أمة، الأبقار أمة، الأنعام أمة، نعم، إنما تختلف طاقاتها عن طاقاتنا شعورها يختلف عن شعورنا إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في القرآن ثم إلى ربهم يحشرون هذه عجيبة يعني الحيوانات تحشر إلى الله في يوم القيامة كيف لا ندري هل لهم عذاب هم لهم ثواب هم لهم أجر ما أدري هذه الآيات صريحة في أن هناك نوع شعور للحيوانات ثم للنباتات وثم للجمادات. هذه الأمور عندما كانت تطرح في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل آيات الناس الذين كانوا يستمعون إلى القرآن كانوا يستغربون. هل حقيقة أن الطيور لها شعور؟ الحيوانات لهن شعور؟ الجمادات لهن شعور؟ لا ك... لم يكونوا يفهمون هذا المعنى. طيب هذه كمقدمة بعد ذلك الله يريد أن يبين عظمة ربوبيته على الخلق. وال بحث في هذه الامور او المباحثه بين رسول الله عبر القران وبين المشركين من جهه كان على هذا الشكل انهم كانوا يعبدون الاصنام يتوسلون بالاصنام يطلبون حاجاتهم من الاصنام عندما كانوا يبتلون بالجفاف مطر ميج السماء لا تمطر كانوا يذهبون إلى الأصنام ويقربون القرابين يذبحون القرابين أمام الأصنام ويخضعون للأصنام يتوسلون بهم لنزول المطر مثلا يطلبون حاجاتهم من الأصنام وهذا باطل الله يبين في الآية الأولى الليلة يعني رقم 14 من سورة الرعد يقول له دعوة الحق له يعني لله سبحانه وتعالى اكو دعوة حق واكو دعوة باطلة شلون؟ مثلا انا اريد ان اطلب شيئا من شخص وهذا الشخص هو عاجز عن عطائي عن تلبية حاجتي هذا يصير باطل أنا أدري فلان شخص زيد من الناس ما عنده قوت نفسه قوت عائلته أريد أن أطلب منه قرضا أعطيني قرضة مثلا كم بمقدار عشرين ألف دينار مثلا طيب هو ما عنده دينار أصلا فكيف أطلب منه هذا الطلب من عند الطالب يجب ان يلائم ما عند المطلوب منه مثلا مثال اخر واحد يصير مريض اين يذهب؟ يذهب الى الطبيب الحاذق الفاهم المتخصص في هذا المرض اما اذا ذهب عند واحد لا يفهم الطب ابدا اصلا ما يعرف شنو معنى الطب اصلا لا دارس في الجامعه ولا دارس في الطب الإسلامي ولا دارس في طب الأمم ما يعرف أنا أروح عنده أطلب منه علاج للمرض هذا باطل ليش؟ لأنه ما عنده قدرة علمية ما عنده إلمام بالطب فكيف أطلب منه؟ فيصبح الطلب باطلا المشركون كانوا يطلبون حاجاتهم من الأصنام التي لا تعي صخور يصنعون صخر يسموه هبل أو منات يستشفعون من هذه الصخور طيب هذه الصخور لا تضر ولا تنفع لا تسمع ليست لها أي قابلية للحياة فكيف أطلب منها هذا معنى دعوة الحق. اما الذي يطلب من الله الخالق للكائنات الرازق الوهاب الذي ربوبيته آنا بعد آن مسيطرة على كل الكون هذا يصير دعوة حقه في مكانها لا يمكن ان يطلب الانسان من شخص او من ذات لا طاقه له لنفسه فقط فكيف ان يعطي للاخر الايه هكذا تقول له دعوه الحق لله الدعوه الحقه الصحيحه الواقعيه التي يقبلها العقول ليش لان الله خالق لان الله في الايات السابقه التي كانت تتحدث حول الكائنات، حول السماء والارض، رفع السماوات بغير عمد ترونها، سخر الشمس والقمر، وما اشبه من النخيل والاعناب وقطع متجاورات كلها كانت مقدمه. مقدمه لاجل اي نتيجه؟ هذه النتيجه في هذه الليله. أنه أيها المشركون أنتم تذهبون في طريق معوج في طريق غير صحيح تطلبون حاجاتكم من الأصنام التي لا تعي ولا تفهم لا تضر ولا تنفع أما الدعوة الحقة إذا تريدون دعاء حق دعاء يعني شنو يعني طلب أطلب شيئا من القوي المتعال الكبير المتعال وهو الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يعني المشركون الذين يدعون من دون الله يدعون من؟ الأصنام والذين يدعون من دونه أي الأصنام لا يستجيبون لهم أصلا ما يسمعك لا يعي ولا يفهم شوفوا النبي صلى الله عليه واله وسلم بطريقته المثلى وبايات القران الكريم كان يوقظ الضمائر كما قلنا في الليله الماضيه يحيي الفطر الساكته النائمه التي غمرها التراب والركام الذنوب والخرافات مجتمع جاهلي كان يعتقد بالاصنام يتوسل بالاصنام يخضع للاصنام يطلب حاجاته من الاصنام هذا مو صحيح دعوه باطله هذه "والذين يدعون من دونه" يعني من دون الله لا يستجيبون لهم يعني هذه الاصنام لا تستجيب لهم يعني لا تقضي حوائجهم بشيء أصلا بأي شيء ليش لأنه ما تسمع أصلا جمادات هو يجمع كم صخرة يخليها على بعض يسميها لات وعزة ومنات بعدين يعبدها يتوسل بها شوف المثال الدقيق لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا استثناء يعني يمثل مثالا لطيفا عينيا إلا كباسط يدي كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه شوف التمثيل الدقيق ايش قد لطيف جميل واحد عطشان لهفان من العطش بدأ العطش يقتله يهلكه يريد ماء والماء وين في داخل البئر مثلا أو في منطقة بعيدة عنه يمد إيده هذا تمثيل طبعا يمد يده لأن يأخذ الماء ويشرب كباسط كفيه من شده العطش العطشان شو يسوي؟ يبسط يعني يمد كفيه الى الماء، الماء هناك بعيد او بالبئر ليبلغ فاه حتى يصل الماء الى فمه، فاه بمعنى الفم ليبلغ فاه وما هو ببالغه شوف المثال الدقيق تصوير جدا بديع واحد عطشان يريد مي يموت من العطش والماء هناك او بالبئر في البئر يجي على البئر يمد كفيه يبسط كفيه هل يصل الماء اليه لا يصل الماء على بعد كيلومتر يبسط كفيه يريد الماء الماء لا يصل إلى فمه ليبلغ فاه تمثيل دقيق للذين كانوا يعبدون الأصنام ويتوسلون بالأصنام يعني أنت عطشان أيها المشرك أيها الإنسان المنحرف في العقيدة تريد ماء عطش معنوي عندك تحتاج إلى إرواء لهذا العطش المعنوي والفكري والعقائدي وين رايح انت رايح للاصنام مثل اللي عطشان يريد مي ويمد كفيه الى الماء وما هو ببالغه ما يوصل اذا تعال الى المكان الذي فيه ماء عندما تبسط يديك وكفيك الى ذلك المعين الزلال يعطيك الماء في العقيده يعني تمثيل جدا لطيف وانيق للمشرك الذي انحرف في عقيدته وفي تصوراته اكرر الايه له يعني لله له دعوه الحق اذا تريد ان تدعو تطلب حاجاتك تتوسل بقوه كبيره متعاليه يجب ان تتوسل بالله الذي خلقك والذي رزقك والذي الهمك السمع والبصر والذي خلق لك الفكر والتفكر والتعقل هذا دعوة حقه في مكانها واقعه وفي المقابل بشنو والذين يدعون من دونه يعني يطلبون حاجاتهم من دون الله يعني من الاصنام هؤلاء المشركون هذه الاصنام لا يستجيبون لهم بشيء طيب ليش استثناء يسوي؟ هذا بلاغه بعد مو معناته اذا رديت تسويه هالشكل ممكن يصير الشكل لا يعني يمكن هذا الشيء يعني يصور هذا العمل الذي كان يقوم به المشركون مثل الباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه حتى يروي عطشه وما هو ببالغه لأن الماء داخل البئر أنت وين تحصل الماء الماء على بعد كيلومتر فأنت خاطئ مخطئ أنت رايح مكان اللي ما تقدر تروي نفسك اذهب إلى الله حتى تروي عطشك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعاء يعني طلبهم يدعون الكافرون كانوا يدعون المشركون كانوا يدعون عند الاصنام هذا ضلال تيه هذا ليش؟ لان بدون فائده لا فائده لا جدوى وراءه لان الاصنام لا تعي ولا تفهم ولا تقدر ليست هي الخالقه والرازقه والمدبره والرب الله هو الذي هو خلق ورزق وهو الذي يدبر الامور بدليل الايات السابقه هو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها هو الذي سخر الشمس والقمر هو الذي يربي الكون كله تحت ربوبيته فاطلب من الله تصحيح للعقائد الجاهليه التي كانت في ذلك اليوم اليوم ايضا اكو في عصرنا ايضا اكو بعض الامم تتوسل باصنامها. ايضا عجيب في قرون الحضاره والمدنيه ايضا اكو ناس يتوسلون بالابقار. اكو ناس يتوسلون بالاحجار. هذه غريبه يعني في هذا العصر. هذا وحده. اكو مثال اخر هناك بعض الناس يتوسلون بالظلمه. في حاجاتهم يتوسلون بالناس الذين يظلمون الناس الاخرين ايضا نوع من العباده هذه اترك هؤلاء آه اذهب الى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعقب على ما ذكرناه في الليله السابقه تاكيد الى انه كل شيء في الكون يسجد لله نوعية السجود تختلف شوفوا الآية شو تقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها شلون طوعا وكرها المؤمن لأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المنعم هو المتفضل هو الرب يسجد لله سجود خضوع طوعا يجعل جبهته على الأرض وكرها كرها منه أكو ناس ما لله في هذا العصر أيضا وفي زمن الرسول كافر مشرك هذا يسجد نعم يسجد كيف يسجد لا يمكن للكافر المسلم خواضح يعرف كل شيء، عقيدته صحيحة يطيع الله ويسجد لله خضوعا طوعا حتى الكافر يسجد، شلون يسجد؟ ها المفسرون هكذا فسروا واتصور صحيح ان المخلوقين كلهم كل المخلوقات سواء العاقلين سواء العقلاء البشر يعني وسواء الكائنات غير العاقله، الحيوانات، النباتات، الجمادات خاضعه لقوانين وسنن الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني بالنتيجه الكافر يقدر يطلع من قوانين الفيزياء الكونيه؟ يعني يجي في كافر يقول انا لا اقبل القوانين والسنن الالهيه المخلوقة في الكون يصير هالشكل؟ لا. يوميا احنا سواء كنا مسلمين او كانوا كفارا احنا الحمد لله منعمين بنعمة الاسلام والدين. حتى الكفار يخضعون لحظة بلحظة في حياتهم للقوانين الكونية هذا نوع السجود وان كان كرها يعني تقول أنت أسجد لرب العالمين خلي جبهتك على الأرض صلي يقول له أنا ما أقبل الصلاة صلاة شنو؟ لأنني لا أؤمن بما تعتقدون أنتم خب ما يخالف ولكن هل لا تعتقد بالكو... بالقوانين الكلية للكون كله؟ يمكن لك أن تذهب فوق الجبل وتطرح نفسك في الوادي السحيق؟ وتقول انا ما اقبل القوانين هذه قانون الجاذبيه ما اقبله انت مجبور تقبله عندما تركب تركب سيارتك هل يمكن للكافر ان يقول انا لا اقبل قوانين السير السيارة سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أنا أسوق سيارتي 200 كيلومتر واضرب هنا وهناك وتدمر تموت هذه قوانين من خلق هذه القوانين؟ قانون الجاذبيه من صنعها ودبرها وانشاها؟ انشاه من؟ الله سبحانه وتعالى عطشان كافر او مسلم شو يسوي؟ يروح ياخذ ماء يروي نفسه عطشه هذا قانون يشوف نار قدامه النار تحرق هل ياتي الكافر ويقول انا لا اقبل هذا القانون واذهب في النار وتحترق بردان في الشتاء يرجف من البرد البس ملابس قانون هذا قانون تكويني من صنع هذا القانون؟ الله خلق الشتاء والبرد القارس في مقابل البرد القارس لازم تلبس تدفى قانون هذا قانون من صنع هذا القانون؟ الله سبحانه وتعالى بعد روح ملايين الأمثلة أكو فيوميا حتى الكافر يسجد لله ولكن كرهاً كرهان يعني ما يريد يسجد عباده يعبد الله يخضع لله يقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم على طريقتنا ولكن يوميا بل لحظه بعد لحظه هو خاضع لله شاء ام ابى هذا معنى السجود ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا المسلم المؤمن وكرها الكافر وظلالهم حتى عجيبة هذه الآية هذه العبارة جدا دقيقة وظلالهم بالغدو والآصال يقولون الظل شيء عدمي يعني شنو يعني ما له وجود أنت عندما تقف أمام الشمس يصبح لك ظل هذا الظل وين تقدر تلمسه ولكن بالنتيجة موجود حتى الظلال تسجد يعني شنو تسجد؟ الظل يسجد؟ نعم الظل قانون كوني قانون تكويني سنة إلهية أشعة الشمس عندما تشع على الإنسان والإنسان يمشي يصير عند الظل في الصباح بشكل وفي الظهر شكل وفي العصر شكل هذا قانون قانون تكويني الله يقول مو أنت أيها الكافر أو المشرك أو المؤمن الذي تسجد طوعا حتى الظلال تسجد الظلال تسجد، يعني شنو الظلال تسجد؟ يعني تطيع قوانين الكون، القوانين التي خلقها الله سبحانه وتعالى والان تحت تدبيره وربوبيته. وظلالهم جمع الظل، يعني ظلال المشركين او المسلمين ماكو فرق. بالغدو في الصباح، والاصال آصال جمع الأصيل يعني العصر. أيضا تسجد لله. طبعا هناك روايات جدا لطيفة ترتبط بهذه الآية أنه من المستحبات أن الإنسان في الصباح عند طلوع الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي العصر أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى تأكيدا للغدو والآصال. نتيجه هذه الايه شنو صارت نتيجه الايه والبحث ان كل شيء في الوجود خاضع لاراده الله سبحانه وتعالى خلقا وربوبيه واستمرارا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال بعد هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول قل من رب السماوات والأرض قل الله هذا النوع من التهكم يسموه يعني ما يحتاج إلى جواب ليش؟ لأنه من أول سورة الرعد إلى الآن بيّن الله سبحانه وتعالى عظمته خلقه وتدبيره وربوبيته في تسخير الشمس والقمر في رفع السماوات بغير عمد في الانهار في الاشجار في الرواسي في الجبال الى ان يصل الى هذه الايه والى ان كل شيء في الوجود يسجد ويعبد ويطيع الله سبحانه وتعالى طالما انه مخلوق لله اسالهم يا رسول الله قل من رب السماوات؟ مو من خالق، حتما. من رب السماوات والأرض؟ هذه السماوات والأفلاك والأجرام السماوية والأرض التي نعيش عليها ونسكن فيها، من ربها؟ من ربوبيته مسيطرة عليها؟ مو خلق، الخلق واضح. خلق الله السماوات والأرض. من يربيها؟ يدير امورها؟ يدبر شؤونها؟ لا تنتظر منهم جواب، قل الله لانه واضح لان الله الذي خلق هو الذي هو رب. من رب السماوات والارض؟ قل الله، ما دام شكل فقل لهم قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. ايها الانسان المشرك او الكافر كيف تاخذ من دون الله اولياء اولياء جمع الولي يعني الذي يتولى شؤون الناس يعني الاصنام قل افاتخذتم يعني لماذا اتخذتم من دونه يعني من دون الله أولياء، لأن مو صنم واحد، أصنام كثيرة كانت بعدد أيام السنة كان أحدهم أصنام. أولياء هؤلاء الأولياء الأصنام لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. فاقد الشيء لا يعطيه. هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه لا نفع ولا ضراً. اللطيفة شفت في بعض التواريخ أنه كانوا يصنعون الأصنام من التمر تمر عندهم نخيل يأخذ التمر يتشبسه يسوي صنم يعبده بعدين يجوع يقوم يأكل من هذا الصنم من هذا من هذا التمر أيضا فشلون هذا معبود تستشفع به وتعتبره ربا لك وتأكل منه يقولون في الواحد كان يمشي شاف صنم يبول عليه ثعلب هو عربي ايضا استغرب قال استغرب انا كيف ان صنم يعبد ويستشفع به ويعتبر ربا والثعلب يبول عليه لا يملكون لا يملكون لانفسهم انتم ماخذين ما اصنام اولياء لانفسكم هؤلاء الاصنام هذه الاصنام لا تملك لانفسها لا نفعا ولا ضرا لا يقدر ينفع نفسه ولا يقدر يدفع ضر عن نفسه بعدين يمثل الله سبحانه وتعالى بجملتين جدا مهمتين في كل الحياه البشريه قل يا رسول الله قل لهم قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا يجب ان هذه القاعده يجب ان تطبق في كل الحياه. انا اريد ان اتعلم. اريد ان اهتدي بشيء. اي شيء. اي علم. اروح وين؟ أروح للعالم لا أذهب إلى الجاهل نحن عندما نقول أن خليفة رسول الله من باب المثال أقول ووصي رسول الله يجب أن يكون عالما هذا دليلنا شخص يريد يهتدي بالطريقة يروح عند أعمى اللي ما يشوف هو هو ما يشوف فكيف يأخذ بيدي قل هل يستوي الاعمى والبصير الاعمى لا يستطيع ان ياخذ بيدي ودلني على الطريق البصير يمكن له الجاهل لا يمكن ان يصبح قائدا للامه العالم يستطيع ان يصبح قائدا للامه هل يستوي الأعمى والبصير إشارة أيضا إلى المشرك المشرك أعمى ليش رايح عند أصنام أحجار خشب يعبد هذا أعمى البصير منه البصير هو الذي يذهب إلى الله سبحانه وتعالى مثال آخر أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات لا تستوي مع النور، النور يمكن أن يهتدي به الإنسان. أكو آية في القرآن: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى. الإنسان العالم الذي يستطيع ان يهديني اذهب اليه اما الذي ما عنده هدايه هو هو مسكين ما عنده شيء شوف المثال جدا لطيف قل هل يستوي الاعمى والبصير اكو واحد يقول نعم الاعمى والبصير سيان ما يصير الاعمى يحتاج الى من يقوده الى من يقوده في الشارع ياخذ بيده يدلي على الطريق البصير ما يحتاج المشرك اعمى رايح الى مكان غير صحيح يدعو من لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا ولا نفعا ولا ياتي اليه نفعا فكالاعمى والبصير هو الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ام هل تستوي الظلمات والنور الايمان نور الشرك ظلمات الكف الظلمات ليش؟ لان الغايه اعوج. حقيقة انا استغرب الانسان العاقل الذي يحرك عقله، يفعل عقله يصل حتما الى الهدايه ما يحتاج الى استدلال هذه الكائنات هذا هذه الشمس وهذا القمر النجوم التي لا تنفك عن القوانين الكونيه، من يدبر امرها؟ الشمس تشرق صباحا في اللحظه المقرره، وتغرب مساء في اللحظه المقرره، من يدبر هذا الامر؟ الشمس تشرق على الكره الارضيه وتعطي نور الى الكره الارضيه وحراره وطاقه شمسيه حسب تعبيرهم بقدر معين ولذلك تشوف انه اذا شوي اختلف هذا القدر المعين دمار يصير للكره الارضيه سواء كانت الطاقه الشمسيه اكثر يحترق كل شيء أو كان أقل يتجمد كل شيء هذا شنو معناته معناته أكون مدبر أكون رب أكو رب يدبر هذا الأمر وهو الله سبحانه وتعالى فهل يستوي الأعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور ما ممكن أم جعلوا لله شركاء استدلال آخر يمكن واحد يقول لذولا هم عندهم مخلوقات الأصنام عندهم مخلوقات والله ما عنده مخلوقات يعني شركة تصير شركة بعض المخلوقات لله بعض الربوبية لله وبعض الربوبية للأصنام شوف الآية شو تقول أم جعلوا لله شركاء يعني الله يحتاج الى شريك الى معين الى من يعينه يتقوى به ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يقولون فرض المحال مو محال الله يجيب مثال لفرض محال يقول هذا هؤلاء المشركون شنو يدعون؟ يدعون ان الاصنام خلقت بعض الخلق ومشترك في الخلق والربوبيه مع الله سبحانه وتعالى، ما يخالف. جواب له. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني هذه الاصنام التي يدعون انها شركاء لله. خلقوا كخلقه. ايضا هم الاصنام خلقوا كخلق الله. فتشابه الخلق. صارت مشكله. من ادري ياهو خلق الله وياهو خلق الاصنام فتشابه الخلق فتشابه الخلق عليهم يصير الشكل قل الله خالق كل شيء ليش لان الاصنام لا تعي لا تفهم لا عندها شعور لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا ما عنده شيء بدليل وهو الواحد القهار الواحد الاحد الصمد الذي قهر كل شيء هو الله سبحانه وتعالى بدليل ان الاصنام ما عندها شيء. الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وتحت قاهرية الله سبحانه وتعالى وربوبيته كيف يخلق شيئا وتشابه الخلق؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق أكو الشكل يعني هذا مستحيل فتشابه الخلق عليهم يا رسول الله قل لهم قل الله خالق كل شيء هم هو خالق هم هو رب يدبر الكون يدبر أمور الكون وهو الواحد القهار هذه كلمة القهار من باب أن كل شيء في الوجود تحت قاهريته تحت سلطته تحت ربوبيته وهذا يدل على وحدانيته لأن إذا كانت كان هناك آلهة واحد كان يجر طول واحد كان يجر عرض حسب التعبير حسب المثال نشوف لا النظم مستقر نظم واحد في كل الكون لا يختلف عن هذا النظم اي ثانيه اي لحظه في الكون والدليل على ذلك في ايه اخرى رب المشارق والمغارب لا بأس هذه الايه نذكرها ليش؟ ليش في ايه اخرى يقول رب المشرقين ليش؟ اكو شروق واكو غروب أول السنة شكل آخر السنة شكل أما رب المشارق والمغارب اليوم اكتشفوا أن كل يوم كل نهار له مشرق اليوم الثاني اللي يجي يعني باشر مثلا إلى مشرق شروق الشمس في النقطة الفلانية في اللحظة الفلانية دقيق بعد بكرة إلى مشرق آخر وأيضا مغرب آخر غروبه في اللحظة الفلانية غروبها الشمس في اللحظة الفلانية وفي المكان الفلاني شنو معنى هذا؟ هذا الدقة في تنظيم الكون ولذلك له المشارق والمغارب يمكن بعدد الايام مو يمكن حتما ولذلك هذول اللي يشتغلون في علم الفلك في علم ما ادري النجوم يعرفون هذا الشيء يقدر يعين لك أنه في اليوم الفلاني بعد خمسين شهر أي ساعة تشرق الشمس أي لحظة تشرق الشمس وأية لحظة تغرب الشمس هذا شنو معناته؟ معنى ذلك أن هناك واحدا قهارا وهو الواحد القهار الذي يقهر كل الكون تحت حكومته طيب هذا ما استطعنا أن نفهم بفهم القاصر من هذه الآيات الكريمة في سورة الرعد. أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم إمام العقل والعقل يلهمه الله السعداء تقريبا عشر خصال الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يذكر للعاقل خلينا نشوف هاي الخصال موجودة فينا أو لا نحن ندعي ندعي أن أصحاب العقول خبزة الحمد لله كلما واحد عنده خصلة من هذه الخصال العاشر الذي راح نقراها درجة تعقله وتفهمه وإدراكه يكون أكبر وأكثر رواية جدا لطيفة. أول شيء يقول الإمام للرسول صلى الله عليه واله وسلم: "والعقل يلهمه الله السعداء". السعيد هو الذي ألهمه الله العقل ويحرمه أو يحرمه يحرمه الأشقياء. الأشقي الأشقياء محرومين من العقل. طيب يعني أكو جابر؟ لا. الإنسان هو ما يريد يصير عاقل. فيصبح شقيا. الشقي يمكن ان يصبح سعيدا والسعيد يمكن ان يصبح شقيا بعمله بعقيدته بسلوكه شلون الان نقول شنو صفات العاقل من كلام الرسول وصفه العاقل واحد واحد عشره هي وصفه العاقل ان يحلم عمن جهل عليه شايفين الناس بأقل مشكلة يصير عصبي ويقوم يتعارك مع الثاني ويقوم يضربه وآخر الشيء يكتله يروح للسجن هذا مو عاقل من صفات العاقل شنو أن يحلم من الحلم عمن أو لمن عمن جهل عليه واحد جاهل إجا تعدى عليك هاي بال بال سيارات تصير واحد يعاكس على سيارتك خليه يعاكس خليه يروح يطلع من السياره ويتعارك ويشيل حجر ويضربه وتصير مشكله ليش الحلم اولى صفات العاقل هاي واحده الثاني شنو ويتجاوز عمن عم ظلمه الله اكبر هل نصل الى هذا الـ هذا المستوى من المعرفة واحد ظلمك ممكن تقول ليش واحد يصير مظلوم لازم أخذ حقي أي ما يخالف أخذ حقك بس بتروي مو بتجاوز أما في شيء عادي أترك أكو الله ويتجاوز عمن عم ظلمه هاي اثنين الثالث ويتواضع لمن هو دونه عاده التواضع للكبار الرسول لا يقول تواضع لمن هو دونك الاستاذ المربي المعلم المربي يتواضع للتلميذ ايضا الغني الفاهم العاقل يتواضع للفقير مع انه دونه في المقدره في الفلوس ويتواضع لمن دو هو دونه. هاي ثلاثة. الرابع ويسابق من فوقه في طلب البر. اكو ناس اكثر مني عندهم فلوس. انا اقل منه اسابقه في طلب البر. هسه فلوس لتجيب مثال. مقدرة اخرى. انا عندي سمعة عند الناس. وغيري ايضا من فوق عالم كبير عنده أيضا سمعة أتسابق معه ما يخالف في شنو؟ في طلب البر أزداد حسنات هاي أربعة الخامس العاقل من صفاته وإذا أراد أن يتكلم تدبره أنا أريد في مجتمع في ديوانية قاعد أريد أحكي شايفين الناس يحجون ما يخالف واذا اراد ان يتكلم تدبر يعني قام يفكر شلون فان كان خيرا تكلم فغنم يحصل غنيمه ليش خير ده يحكي وان كان الشك شرا سكت فسلم ما هذا اللسان مشكله ممكن جمله واحد يقول ويتورط من هذه الجملة فالأفضل شنو إذا أراد أن يتكلم تدبر فإن كان خيرا تكلم فغنم يعني محصل ثواب أجر أو الناس تمدحه وإن كان شرا سكت فسلم أنا لما ما أحكي أكون سالم ما أتورط بعد وإذا عرضت له فتنه اليوم الفتن كثيره في هذا العصر تعرض فتنه فتنه فكريه فتنه عقائديه فتنه اجتماعيه فتنه سياسيه ما اكثر الفتن في هذا العصر <applause> عفوا واذا عرضت له فتنه استعصم بالله وامسك يده ولسانه اقرا التاريخ كم فن الفتن اثيرت في تاريخنا الاسلامي من اللي سلم؟ الذي استعصم بالله وامسك يده من التحرك ولسانه من الكلام بعد واذا راى فضيله انتهز منها الانسان المؤمن العاقل كيس حسب تعبيرنا كيس شاطر بس يشوف فضيله ينتهز منها فضيله يعني شنو مجلس لتذاكر العلم يروح ينتهز الفرصه ويحصل واذا راى فضيله ايه فضيله مجلس اخلاقي معلم من المعالم واذا راى فضيله انتهز منها لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، دائما حيي، حيي يعني ذو حياء مو جسارة عنده، كلمات نابية يحكي يتجاوز على أعراض الناس مع الأسف لا يفارقه الحياة، حياء عفوا لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، حرص ما عنده، طمع ما عنده فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل الان هذه العشر خصال واحد يطبقها على نفسه اذا طبقها درجه عقله تزداد في المقابل اذا وحده ما موجوده معناته درجه نازل عنده الجاهل شنو الجاهل بعكس هذا صلى الله عليك يا رسول الله كم من الحكم اورثتها الينا فاللازم ان نستفيد من هذه الحكم اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وال محمد. الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا 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 لله، الله سبحان الله الله حمدا لله